يمكن أن أستعين بك، أقول أعني في حمل هذه الطاولة. 可以，你可以说你帮助我，可以对自己同伴说，你帮助我抬这个桌子。 أو رجل غرق في البحر، لا يعرف السباحة وكاد أن يموت، فهو يناديك أنت يقول أغثني أنقذني. 一个人通过游泳，在大海里面掉到水里面了，他可以向别人求救。 هل يصح هذا؟ أن أطلب منك تحمل معي هذا، أو هذا الذي غرق في البحر أن يقول لك أغثني أنقذني؟ 我们想一想，这种请别人帮助或求助的行为可以吗？ يصح بالشروط أربعة. 这些请别人帮助或求助的行为需要有符合四个条件。 أن يكون هذا الطلب من حي لا من ميت، نطلب من الحي لا نطلب من الأموات. 我们请别人帮助的时候，我们要请一个有能力的活人去帮助，而不能向死人去帮助。 ولا بد أن يكون هذا حاضر لا غائب، يعني لا يمكن أنا هنا مثلا في هذه الدولة أنادي إنسان في الهند مثلا، لا. 这个帮助的人应当是在你近前的，能够听到你的呼唤和帮助，以便能帮助你。 ولا يمكن يكون الطلب من عاجز، إنسان مشلول لا يتحرك، مريض لا يتحرك، نقول له أحمل معي هذه الطاولة أو أنقذ فلان من البحر، لا يمكن هذا. وأنا أعتقد أن هذا سبب لا يضر ولا ينفع، هو سخر الله سبحانه وتعالى، أما الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. 只有阿拉。 إذا توفرت هذه الشروط الأربعة يصح أن أطلب منك تحمل معي هذه الطاولة أو تنقذ فلان من البحر من الغرق. 一旦符合以上四点，那么我们可以寻求其他人的帮助。 حي لا ميت. 所帮助能够帮助你的人，他是活着的。 حاضر لا غائب. 他是健在的，在近前的。 قادر لا عاجز. 是有能力的。 أعتقد أنه سبب. 要知道，它只是一个缘由。إذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة كانت شركة。一旦符合这四个条件，你请求帮助是可以的。نعم。No.